أزيد من 260 نقطة موزعة عبر مختلف بلدية ولاية عنابة، خصص لها 49 مرفقاً عمومياً بغية تنشيط الحملة الانتخابية عبر إقليم الولاية. التحضيرات راهي سايرة وماشية على أحسن وجه، وكل المراكز والمكاتب موجودين. الشيء اللازم اللي يكون في مستوى المكتب راه موجود، ولكن نزيدوا نديروا مراقبة تانية قبل الانطلاق تاع اليوم الانتخاب. كل الظروف مهيئة ضمانا للسير الحسن للعملية الانتخابية المرتقبة في 7 سبتمبر المقبل. تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة في هذا الشأن بخلال إنجاز اللوحات التعريفية لإلصاق الترشيحات، تقسيمها إلى 3 أقسام متساوية للمترشحين. عنونت هذه اللافتات بالعنوان الانتخابي الذي يحمل الرئاسيات المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024. أما بخصوص القاعات التي تحتضن الحملة الانتخابية، سيتم اتخاذ جميع الإجراءات من توفير الإنارة كذلك بكبيرات الصوت حتى تكون جاهزة للمترشحين 3 على مستوى بلديات ولاية عنابة أو ممثليهم محليين. للإشارة، فقد بشرت المندوبية الولائية للسلطة الانتخابية المستقلة ومنذ شهر عملية إجراء استشارات تموين هذه المراكز بالعتاد الانتخابي اللازم وفق ما يقتضيه كل مكتب تصويت.